السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوتي أخواتي في القناة ديالكم ناصر آيس فلوكس. مرحبا بالناس اللي التحقات كما تنقول ديما، مرحبا بكم بزاف إن شاء الله. بحول الله نهار سعيد اليوم إن شاء الله. عرفتي الحرارة زواونة، الشمس عرفتي الشمس سخونة بزاف إن شاء الله. بحول الله غادي تشوفوا كما تشوفوني لابس غير تيشيرت دابا، الشمس سخونة بزاف. سكتونا غادي نخرجوا برا ونشوفوا الشميشة. شتو الشميشة اخوتي كي طلعت؟ عرفتي الحرارة دابا راه تحت الصفر، عرفتي راه دابا تلقى دابا راه الثلج غادي يطيح. المهم ان شاء الله بحول الله نمشيو نلبسو دابا حوايجنا وغادي نخرجوا باش نهضروا على واحد الموضوع زوين، موضوع اللي بزاف هضروا قالوا لي هضر عليها ناصر. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نهضر على الكلونز، على هذوك المهرجين اللي مؤخرا ظهروا هنا في امريكا اللي بدا تيقتلوا الناس وبزاف الحوايج. المهم غادي نكتشفوا هذا الشيء كامل، غنشوفوا غنمشيو ان شاء الله بحول الله غنتفرجوا في فيديوهات ديال الكلونز، غادي نوريكم كيفاش الناس اللي مازال ما عارفينش هذه القضيه اللي واقعه هنا في امريكا. وان شاء الله بحول الله غادي نمشيو للمحل فين تيتباع هاد الكلونز، فين تيتباعوا هاد الشواقر وهاد المواس وهذا الشيء ديال كهادشي، هادشي ديال لي كلونز كاملين. بقاو معايا بيس خوتي خواتاتي. الناس اللي مازال ما شافوش هاد الظاهره ديال لي كلونز اللي ظهرت هنا في امريكا اللي ولات تنتشر بشكل كبير جدا، وصلت للسلطات هنايا في امريكا ولاو خداو اجراءات ديالها، غير هي مازال تنتشر بشكل كبير. المهم الناس اللي مازال ما عارفينش هاد الظاهره هذه ان شاء الله بحول الله غادي نشوفوا الفيديوهات وغادي تشوفوا كيفاش هاد لي كلون هادو ظهروا وكيفاش بزاف الحوايج. المهم بقاو معايا في هاد الفيديو. هنا واحد كان غادي في بحال اللي قلتي في قنطره وتيصور، هو يبان له واحد الكلون كان جاي. سمحوا لي الا كانت الكاليتي شويه ما واضحاش. هادي تقريبا شهر، تقريبا شهر باش ظهرت هاد الظاهره ديال لي كلونز اللي بداو تيقتلوا الناس. كاينين بزاف اللي لقاوهم، بزاف الناس ولات تلقى ضحايا ميته في الارض وما تعرفوش السبب. كاين بزاف اللي التقطوا صور كما تشوفوا، كاين بزاف اللي التقطوا صور لهاد لي كلونز هادو هنايا في امريكا، كما هاد الشخص هذا اللي غيبان له هنا واحد الكلون. كما تشوفوا هنا، غير اللي بغيت نوضح لكم هذه راه ظاهره صحيح حقيقيه ماشي كذوب، غير هي خداوها هاد الناس بواحد البعد كبير بعد بعيد. بصراحه هي ظهرت فهاد المناسبه ديال الهالوين هنايا في امريكا، كيحتفلوا بداك اللباس المفزع هذاك اللباس اللي كيلبسوا. غير هي كما قلت لكم تحولت لظاهره حقيقيه والناس ولاو تيستعملوها للسرقه، للنهب، بزاف الحوايج، الاغتصاب. كاين بزاف الحوايج طرات هنايا كما تشوفوا الفيديوهات. اما في طبيعه اما في حقيقه الامر هي راه مجرد بحال مجرد احتفال مخيف، وكيخلعوا الدراري الصغار هنايا في امريكا كل عيد الهالوين عندهم هنايا، الا هادو الناس خداوها بواحد الطريقه غريبه. و كما تشوفوا هنايا في هذا الفيديو هذا، من بعد هاد الفيديوهات باش نعطيكم حقيقة الأمر إن شاء الله بحول الله غادي نتفرجوا في النيوز الأخبار اللي وردت فيها هاد الحوادث هادي، وغادي نشوفوا شنو طرا. على سبيل المثال واحد صراحة هناك بزاف ديال الفيديوهات، غير هو اختاريت هذا الفيديو هذا.
كاينين فيديوهات اخرين مفزعين بزاف، كاين فيديوهات اخرين كيخلعوا اكثر من هادو وتسجلوهم الناس اللي كانوا في ذاك الحادث. على سبيل المثال الناس اللي بغات تدخل تتفرج في هذا الشيء في اليوتيوب تكتب غير كريبي كلونز غادي يبانوا لكم فيديوهات كاملين الناس اللي تقطوا هاد الاحداث هادو. على سبيل المثال كما تشوفوا هو هاد السيد كان غادي في الطريق هو يبان له هاد الكلون هذا. المهم غنكتفيو بهاد المشاهد هاد القليله وغادي ان شاء الله بحول الله غنشوفوا شنو قالت الاخبار ولا شنو قالت الشرطه على هاد الكلونز هادو. ابقاو معايا. We've just confirmed with police and neighbors that at least one clown was seen in this neighborhood on Belamondo Drive in Platte City Friday night. Now, we spoke with the people that live in this apartment. They're the ones who actually called the police. They say there was a girl inside who heard a rattling of the doorknob and a high-pitched voice speaking to her. She peeked out through the hole and saw a clown with a green and red wig and eyes blacked out with صراحة موضوع غريب جدا. غادي نحبسوا هادشي هذا غادي باش نعطيو نزيدو نعطيو مصداقية لهذا الموضوع هذا. غادي نشوفو سي ان ان هذيك ديال الاخضر سي ان ان لونز شنو قالت سي ان ان على هادشي ديال الاخبار ديال ولا الان بي سي نيوز. نشوفو الان بي سي نيوز هي اللي فيها كنعتذر حتى يسالي هاد الاشارة هذا. هنا بلا واحد الحادثة هنا بعض الأطفال شافوا كلون في الغابة. خوتي اخواتي الصراحه موضوع غريب جدا. ان شاء الله بحول الله دابا شفنا الفيديوهات الناس خداو اطلال على هذا الموضوع الغريب جدا. ان شاء الله دابا غادي نشوف غادي نقوم بجوله غادي نخرج برا وغادي نمشي للمتجر فين تيتباع هادشي ديال هادشي ديال الكلون هاد السيوفه هاد الاسلحه اللي تستعمل اللي تيستعملوا هاد الكلون هادو. وان شاء الله بحول الله نشوفوا شنو كاين. المهم بقاو معايا في هاد الفيديو هذا. المحل فين تيبيعوا داك التخربيق ديال الشواقر وداك الشيء. واخا درت فيه هاد فيديو اخر ولكن نعطيو فرصه للناس الاخرين اللي مازال ما شافوش الفيديو وان شاء الله بحول الله يكون صافي. خوتي فكرتني هاد الاجواء فكرتني في البرد ديال المغرب كما تشوفوا حتى دابا هي الشتا تتصب وما نعرف مخلطه مع الريح مخلطه مع الثلج ما فهمت والو. حنا دابا دخلنا لداخل ديال المتجر هانتوما تشوفوا لي ماسك كاملين هما هنايا واو ما هنايا جميع انواع اللي بغيتي دوما اللي كيستعملوا لي كلونز باش يقوموا بديك الجرائم ديالهم. كاين هذا اللي تيستعمل بزاف كيستعملوا لي كلون بزاف كاين هذا وكاين غالب الاحيان كيستعملوا هذا. انا هذوك الاسلحه اللي كيستعملوا على سبيل المثال داك الشاقور وكاين كاين السكاكين على في الجهه الاخرى هنا المناشير خوتي اخواتاتي رجعنا مجددا كما شفتوا في داك المتجر
شنو فيه، كاين تيتباعوا ديك لي ماسك، تيتباعوا الحوايج ديال الكلونز، كيتباعوا بزاف الاسلحه ديال الكلونز. بالنسبه لهذا الشيء اللي في المتجر، كيتباع لغرض فقط المزحه، ماشي داك الشيء فري، ماشي بصح. داك الشيء كان موس ولا شاقور، راه غير من البلاستيك. لي ماسك حتى هما غير لمجرد مزحه، الا هاد الناس هادو خداوها كما قلت لكم ببعد كبير جدا، ولاو تيستعملوهم باش ينهبوا الناس، يسرقوا الناس، يقتلوا الناس. صراحه موضوع غريب. كنت متبع هذا الموضوع هذا من نهار بدا، نهار اول نهار بدا شفتو في الاخبار هنايا، وبقيت نبحث على الفيديوهات، ولاني واحد الاخ قال لي يا ناصر هضر على هذا الموضوع هذا. المهم جات الفرصه باش نهضر على هذا الموضوع هذا، وهضرت عليه، وكما شفتوا الفيديوهات وكما شفتوا هذاك المتجر فين تيتباعوا هذه الاسلحه وهاد لي ماسك وهاد الشيء ديال الكلونز. المهم نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، ونتمنى تكونوا في صحه جيده، نتمنى لكم الخير. الناس اللي عجبتهم هذه لا فيديو هذه يديروا ليها لايك، الناس اللي ما عجبتهمش لا فيديو يديروا ديسلايك، باش نعرف شحال من واحد عجبته لا فيديو وشحال من واحد ما عجبتوش لا فيديو. والناس الجداد اللي يلاه التحقت القناه يلاه تشوف هذا الفيديو اول مره، ما فيها بس كليكي على سبسكرايب او ابوني او اشتراك على القناه ديالي ناصر ايس فلوكس، حتى توصل بالجديد ان شاء الله بحول الله. قبل ما نسالي، الا كانت عندكم شي اقتراحات ولا انتقادات عندكم، كتبوها لي في الكومنتير، غادي ان شاء الله بحول الله غادي نقرا لي كومنتير ديالكم او التعليقات ديالكم، وغنجاوبكم في اسرع وقت ممكن. كان معكم ناصر من امريكا، السلام عليكم.